السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. موضوعنا اليوم بطتاني والسلحفات، قراءة الصف الثالث ابتدائي. بطتاني والسلحفات. سكنت بطتاني في غدير. سكنت بطتاني في غدير، غدير يعني هذه البقعة من الماء. سكنت بطتاني في غدير، وسكنت معهما سلحفات، وسكنت معهما سلحفات، وأصبحت السلحفات صديقة للبطتين، وأصبحت السلحفات صديقة للبطتين، تزورهما كل يوم، تزورهما كل يوم. عندنا السلحفات تجي تزور البطتين. فيقضي الثلاثة وقتا جميلا، فيقضي الثلاثة وقتا جميلا، في الحديث والسمر، في الحديث والسمر، بالقرب من الغدير، بالقرب من الغدير. وبعد مدة من الزمن جف ماء الغدير، وبعد مدة من الزمن جف. وأرادت البطتان أن تغادرا المكان، وأرادت البطتان أن تغادرا المكان، وتذهبا إلى غدير آخر، وتذهبا إلى غدير آخر فيه ماء كثير، فيه ماء كثير، وتذهبا إلى غدير آخر فيه ماء كثير. جاءت البطتان لوداع السلحفات، جاءت البطتان لوداع السلحفات، وقالتا السلام عليك، السلام عليك، فإننا ذاهبتان إلى غدير آخر، فإننا ذاهبتان إلى غدير آخر. قالت السلحفات، قالت السلحفات، أنا لا أقدر على العيش إلا في الماء، أنا لا أقدر على العيش إلا في الماء، فخذاني معكما ولا تتركاني وحيدة، فخذاني معكما ولا تتركاني وحيدة. فكرت البطتان وقالتا، فكرت البطتان وقالتا، السلحفات لا تقدر على الطيران، السلحفات لا تقدر على الطيران، فكيف السبيل إلى حملها، فكيف السبيل إلى حملها. هنا البطتان فكرت وقالت أن السلحفات لا تقدر على الطيران، ما هي الطريقة التي نأخذ بها السلحفات معنا؟ أحضرت البطتان عصا، أحضرت البطتان عصا، وأمسكت كل واحدة منها طرفا بمنقارها، وأمسكت كل واحدة منهما طرفا بمنقارها. هذا هو العصا، وهنا ماسكينها بالمنقار. وطلبتا من السلحفات أن تتعلق في وسط العصا، هنا تتعلق في وسط العصا. وطلبتا من السلحفات أن تتعلق في وسط العصا، وقالتا لها، وقالتا لها، لا تخافي أيتها الصديقة، لا تخافي أيتها الصديقة، سنطير بك إلى غدير آخر، سنطير بك إلى غدير آخر. أمسكي بالعصا جيدا بفمك، أمسكي بالعصا جيدا بفمك، هنا أنا ماسك العصا بفمها. ولا تتكلمي في أثناء السفر، ولا تتكلمي في أثناء السفر، فتقعي وتموتي، فتقعي وتموتي، لأن هنا السلحفات إذا تكلمت راح تقع. شاهد بعض الناس البطتين، شاهد بعض الناس البطتين تحملان السلحفات فقالوا، تحملان السلحفات فقالوا، عجب عجب، عجب عجب، بطتان تحملان سلحفات، بطتان تحملان سلحفات. أرادت السلحفات أن تتكلم، أرادت السلحفات أن تتكلم، لكنها تذكرت نصيحة البطتين، لكنها تذكرت نصيحة البطتين فسكتت، فسكتت، لكنها تذكرت نصيحة البطتين فسكتت، وبقي، وبقيت ساكتة،
وبقي ساكتة لا تتكلم لا تتكلم إلى أن وصل الثلاثة إلى غدير فيه ماء إلى أن وصل الثلاثة إلى غدير فيه ماء. شكرت السلحفاة البطتين شكرت السلحفاة البطتين على معروفهما على معروفهما وعاشت معهما في الغدير الجديد وعاشت معهما في الغدير الجديد سعيدة سعيدة وعاشت معهما في الغدير الجديد سعيدة. قبل لا أبدأ معاني الكلمات أريد أوضح في الشغلة أنه هواي تجيني تعليقات كم مرة نكتب الدرس بالدفتر. الأفضل أنه نكتب الدرس بالدفتر مرتين حتى لو كان الدرس مطول، لأنه تعرفون أنه الطلاب صار الفترة عايفين المدرسة، فأكو طلاب يعني تلكأت كتابتهم وخطهم بالدفتر، فالأفضل أنه دائما يكتب يكتب يعني باستمرار حتى هم يتقوى خطه، وهم انه الاملاء الكلمات يعني راح يكتبها مكرر يعني اكثر من مره راح الاملاء يصير عليه سهل. هسه نقرا معاني الكلمات. الغدير بقعه يجتمع فيها الماء، تغادر تترك، السبيل الطريقه، السمر الحديث ليلا، جفه يبس يبس، معروفهما احسانهما عمل الجميل. وانتهى درسنا لهذا اليوم. مع السلامه.